السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. كثير من الإخوة النحالين لديه شكوى. نقوم بتسكين الطرد عندما ننزله من الشجرة، وبعد فترة وجيزة يغادر هذا الطرد. ما هي الأسباب الكائنة أو التي تسبب هجران هذا الطرد للخلية أو للقفير بشكله العام؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى مغادرة هذا الطرد من داخل الخلية رغم أن الخلية معدة لذلك؟ عدة نقاط يتطرق إليها الأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين حول هذا الموضوع وذكر الأسباب الرئيسية في مغادرة الطرد للخلية بعد التسكين في بعض ساعات. محاضرة قيمة، فكونوا معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني جميعا. في حالة أنه الطرد يعني النحال مسك الطرد ونزل وسكنه في الصندوق مباشرة أو مثلا بعد ساعة أو ساعتين من خروج هذا الطرد، بيكون النحل أصلا يعني أرسل نحل كشاف يبحث عن مكان، لأنه أحيانا بيخرج الطرد ما في عنده مكان يذهب إليه، فهو أولا يخرج إلى الحقل أو الأرض ويتعلق على شجرة ويرسل النحل الكشاف. النحل الكشاف يهتدي إلى موقع، وهذا الموقع ممكن يكون جيد، لكن إحنا خلينا بس شوية نحكي عن النحل الكشاف وكيف بتعامل النحل الكشاف مع الطرد. فلما يخرج هذا النحل الكشاف ويبدأ في الدوران في المنطقة بحثا عن مسكن جديد، ربما إحدى النحلات تهتدي إلى موقع معين، في شجرة، في صندوق قديم، في صخرة إلى آخره. هذه النحلة بترجع على الطرد وبتأخذ معها أربع نحلات أو خمس نحلات أو ست نحلات يستكشفن ويطلعن على المكان هذا الجديد. ترجع هذه النحلات الكشافات وبتأخذ مجموعة أكبر. طبعا هذه احنا ممكن اللي بحطه صناديق خلينا نقول جذب الطرود ممكن بلاحظوها، انه اول شيء بتدخل على الخلية او على الصندوق هذا اللي هو موضوع كمصيدة للطرود، بتيجي نحلة بعد شوي مثلا بتشوف انه صرن هذول النحلات اربع خمس نحلات ست نحلات، بعد شوي بتشوف وكأنه إذا في نحل أكثر، يعني بتهيأ للنحال إنه في طرد، فعلا في طرد وفي سروح وفي كذا، لأن النحل بكون يدخل لجوا وثم يخرج ويستكشف المنطقة وبأعداد يعني كبيرة، قد تصل أحيانا إلى 20 أو 30 نحلة. بعد ساعات أو ممكن باليوم الثاني يدخل الطرد هذا الصندوق. طبعا إن لم يجد صندوق أفضل منه أو إن لم يجد مكان أفضل منه بيدخل في هذا الصندوق، لكن إن وجد مكان أفضل منه والنحل أجمع أنه المكان الثاني ربما يكون أفضل فبروح على المكان الثاني. ففي حالة أنه النحال سكن الطرد وكان النحل الكشاف قد استهدى إلى مكان، يعني مجموعة كبيرة من النحل أجمعت أنه هذا المكان كويس، بيخرج الطرد وبيلحق النحل الكشاف وبروح على المكان الجديد. فهنا يعني يصبح في إشكالية عند النحال إنه أنا يعني سكنت الطرد وحطيت له برواز عسل وحطيت له حضانة مفتوحة ولكن الطرد برضو خرج، لأن النحل في حالة الطرد هو يعني يعمل بمزاجه وليس بمزاج النحال. إذا بك الطرد في الصندوق ما كان النحل الكشاف يعني مهتدي إلى صندوق جديد أو مكان جديد وبك الطرد يوم أو يومين أو ثلاثة أحيانا ثم غادر، فهنا بتكون في عنده مشكلة في الصندوق. ربما النحال مثلا هنا يقول حطيت له صندوق جديد وصندوق معقم وصندوق يعني من وجهة نظر النحال صندوق ممتاز، لكن النحل له رأي آخر في هذا الموضوع،
ربما في رائحة، إذا كان مثلا الصندوق جديد لم يستعمل سابقا، ربما رائحة الخشب أزعجته أو رائحة الغراء، ربما في أقراص في عليها رائحة من التخزين، في ربما أشياء كثيرة يعني تزعج هذا الطرد في داخل هذا الصندوق، فيقرر الانسحاب من هذا الصندوق والخروج. هي تقريبا يعني هذا اللي توصل إليه خلينا نقول المتابعين لدراسة النحل وسلوك النحل في الطبيعة، ويعني الناس برضو اللي عملوا دراسات كبيرة على سلوك النحل في الصناديق، في صناديق لانجستروت أو غيرها من الصناديق، يعني أعطوا هذه الأسباب. أنا شخصيا يعني ما عندي أكثر من هيك، هذا اللي خلينا نقول سمعناه من الإخوان اللي علمونا، وإن شاء الله يعني يكون في فائدة من هذا الجواب.